الله يا عبد الله، الشهوة المحرمة ما فيها إلا لذة لحظة ثم تنقلب لذتها حسرة وألما، ثم قد تكون عاقبتها النار. ومن ذا الذي يطيق النار؟ أقل الناس عذابا في النار من في أخمص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، فكيف بمن يدخلها والعياذ بالله ويكون أشد عذابا من هذا؟ يا عبد الله، لو أنك نلت شهوات الدنيا كلها وتقلبت في لذائذ الدنيا المحرمة كلها، ثم ماذا؟ غمسة واحدة في النار تنسي كل ما وقع في الدنيا من متعة. ويا عبد الله، لو أنك حرمت من لذائذ الدنيا كلها لكنك على طاعة، لكنك على توحيد، وما أعطيت شيئا من الدنيا، ثم ماذا؟ غمسة واحدة في الجنة تنسي كل شقاء كان في الدنيا.